المبادرة جات من عندها، حتى شي واحد معاونها،
لكن هي عاونت راسها براسها. ليزا نيكولس في يوم قررت انها تمشي لبنك وتفتح حساب بنكي، وطلبت من المدير انه ما يديرش السميه ديالها عليها وانما اسم تمويل حلمي. بزاف الناس استغربت، بزاف الناس استهزأت بها وضحكات، لكن هي عارفه راسها شنو كدير وعلاش اختارت داك الاسم هذاك. باعت السياره ديالها حيت كانت كتحرق لها وكتستهلك لها الوقود بزاف. شرات سياره على قد الحال باقل تكلفه. الدار اللي كانت ساكنه فيها غيراتها ومشات سكنات مع واحد الصديقه اللي كانت مدمنه. شنو كانت كدير؟ كانت كدير واحد التويب في الحافه ديال الباب باش ما يدخلش الدخان ويضرها ويضر الطفل ديالها. شوفوا يا ساده الام شحال التضحيات كتقدم لولادها، كتزول من راسها كتعطي لولادها، كتحرم راسها من بزاف ديال الحوايج باش ولادها يبقاو هانيين وسعيدين. المهم كانت كتخدم كأستاذة أو كمعلمة باش تحاول أنها تزيد من الدخل ديالها. حرمت راسها من بزاف ديال الحوايج اللي كاع البنات كيتمناوها. حرمت راسها من المطاعم والأكل الفاخر حيت هي أصلا كانت كتعيش غير بالأكل المعلب. حرمت راسها من الحفلات، حرمت راسها من صالونات التجميل، حرمت راسها من بزاف ديال الحوايج باش تغير الواقع ديالها نحو الأفضل. لكن بعد 3 سنوات هنا جات الصدمة كبيرة. بعد 3 سنوات رجعت لابوك اللي فتحت فيه الحساب ديالها. كل شيء الناس تفاجآت، قالوا أنت هي ديك صاحبة التمويل الحلمي. قالت لهم إياه، الله يجازيكم بالخير، بغيت نقابل المدير ديال لابوك. وداك الشيء اللي كان تقابلت معاه وقالت له بغيت الورقة اللي كدلي أو كتعطي الحساب البنكي ديالي. فتفاجآت، تصوروا من 11 دولار ل 62 ألف دولار. فرحات بزاف وقالت للطفل ديالها اللي ولا عنده 5 سنوات، حبيبي جيلاني الحياة ديالنا تبدلات من هاد اللحظة. ابتداء من دابا حنايا تولدنا، ابتداء من هاد اليوم حياتنا ولات حياة هنيئة ورغيدة. شوفوا يا سادة، الإنسان ملي كيعمل في باله شي حاجة إلا خدم عليها كل كيانه بكل ما أوتي من قوة، إلا خدم عليها بكل جهد، سيدي ربي ما كيخيبوش، كيجي واحد النهار وكيحقق الهدف ديالو. وهادشي اللي دارت ليزا وحققت الحلم ديالها. خلاصة القول يا سادة، تمسك بالهدف ديالك باش هو يتمسك بيك. لكن القاعدة الأولى والأخيرة، عرف كيفاش وفوقاش خصك تنطلق. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهاية هاد الفيديو هادي. نتلاقيكم بإذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فرصكم، سلام عليكم.